السلام عليكم أعزائي المشاهدين، صفحة ميكار أوتو لتجارة السيارات، صباح الخير عليكم أجمعين. اليوم بثنا بخصوص سيارات البيكاب، لأن أغلب التعليقات والأسعار عن السيارات البيكاب لـ L200 المتوفر الآن لدى شركة ميكار أوتو لتجارة السيارات، عنواننا أربيل تقاطع مخمور باتجاه شركة البيبسي. اللي أريد من عندكم قبل ما أبدي شرح المواصفات السيارة البيكاب الـ L200 موديل 2022 مشاركة البث حتى يوصل أكبر عدد ممكن من المشاهدات. من ناحية البيكابات اللي موجودة عندنا، اللي هو من النوع المسيوبوشي L200 موديل 2022، ضمان 3 سنوات، نقصد به بالضمان محرك وجير وإلكترونيات. عندك أيضا لمدة 3 سنوات هذا الضمان. محرك السيارة 4 سلندر 2400 اللي هو التيربو السوبر احنا نقصد به. عندك فئتين، فئة الناقل الحركة أوتوماتيك، فئة الناقل الحركة غير عادي. طبعا فينات الموجودات انبه السيارات غاز، يعني الغاز اصرف لك من البنزين من ناحيه البيكاب، يعني اغلب البيكابات حاليا اغلب كلها تحول الى غاز، يعني حاليا اللي هو فقط غاز. من ناحيه المحرك مثل ما ذكرنا 4 سلندر 2400 سوبر غاز غير اوتوماتيك، غاز غير عادي. طبعا من ناحيه الكماليات اللي موجوده عليه، بما انه السياره وكاله ضمان 3 سنوات، الكماليات اللي موجوده عليه عندك كلها بلادي اصلي. طبعا اللي تشوفوه بالسوق من ناحيه الويلات الاسود بدون الحدايد اللي موجوده هنا، طبعا مالجر الحدايد اللي موجوده كلها بلادي اصليه، بينما التجاري مبين. اخوان انبه بخصوص السيارات الكماليات التجاريه، هذا ضمان وعندك وكاله 3 سنوات. ملصق الـ L200 على الطرفين، كذلك البقلايت كامل مكمل ليد، شعار الـ L200، يدة الباب الخلفية عندك نيكل. من ناحية الويلات عندك مقاس 16، يدات الباب من الخارج عندك نيكل أيضا، من الداخل نيكل. طبعا صرفيات الغاز اللي موجود على الجير العادي 14، أما من ناحية الجير الغاز العفو الغاز الجير الأوتوماتيك عندك 13 شوية. طبعا الدواسة الثابتة الأصلية، طبعا هاي دواسة تتحمل وزن، يعني أنا أقول لك 4 أشخاص، يعني قوية الدرجة لأنه هو بلادي بدون كماليات تجارية. من ناحية الدواخل، من ناحية الدواخل عندك التحكم بالمراية جميعها كهربائية، يدات الباب من الخارج والداخل عندك نيكل، نظام تراكشن اوف كنترول اللي هو المانع الانزلاق، تحكم بالمراية الجانبية، الماوس التحكم بالدفع اخوان اللي هو ثنائي والرباعي والرباعي ثقيل، التبريد المركزي للجهتين ثنائي، تحكم السيرن الجهة اليسرى بالصوت، والمود عندك المود مال الراديو كذلك بالتبريد المركزي، مداخل USB. هذا من ناحية الداخلية، عندك المقاعد قماش تقدر تتحكم به يدويا. هذا من ناحية الجير العادي. خلينا نشوف مقدمة السيارة. مقدمة السيارة عندك كامل مكمل كروم مطفي المشبك، المصابيح الأمامية عندك هايلوجين، كشاف ضباب أمامي. من ناحية النيكلات اللي ممدودة داير ما دايرة هو نفسه اللي موجود على الباجيرو. طبعا أغلب التعليقات عن الباجيرو، هسه راح أذكر مواصفات الباجيرو. وهذا الـ L200 الجير الأوتوماتيك، طبعا من ناحية ناقل الحركة هو 6 سرعة اللي موجودة على الجير الأوتوماتيك، اللي موجود على الجير العادي هو 6 سرعة، نفس المواصفات ولكن الناقل الحركة يختلف. هذا من ناحية الـ L200 موديل 2022، ضمان 3 سنوات، محرك وجير وإلكترونيات. من ناحية الباجيرو، قبل ما أبدي بالباجيرو اللي أريده من عندكم مشاركة البث. أخوان مشاركة البث ضروري حتى يوصل أكبر عدد من المشاهدات، وعندك السيارات حصريا موجودة عندنا من ناحية الباجيرو. طبعا من ناحية الباجيرو موديل 2022 عفوا بدون 22 ولا 21، موديل 2020 محرك 6 سلندر 3000 سي سي بقوة 220 هورس باور. عندك الكت الرياضي، كت بدون كت الرياضي اللي هو اثنيناتهم متوفر. طبعا كت الرياضي ايش نقصد به؟ لحية أمامية خلفية، ويلات أسود، مقدمة السيارة المشبك الأمامي أسود، دواسة سوداء. هذا من ناحية الكت الرياضي، ونفس المحرك ونفس المواصفات اللي بدون كت رياضي. طبعا إذا تشوفون السيارة كت الرياضي أفخم، ويلات أسود مقاس 18، دواسة
ثابتة. عندك المصابيح الأمامية ليد كشاف ضباب أمامي، أربع حساسات أمامية، أربع خلفية. عندك المراية جانبية نيكل، يدة الباب من الخارج نيكل مع دخول بواسطة مفتاح ذكي اللي هو البصمة اللي موجود على الباب الأمامية، النيكلات اللي ممدودة على طول النوافذ اللي منطي جمالية أكثر للسيارة. أخوان من ناحية الكت الرياضي، بما أنه الويل أسود اللي حي الأمامية خلفية دواس أسودة، تقدر تأخذها وتصبغ النيكلات دائرة ما دائرة أسود همينة، ينطيك جمالية أكثر للسيارة. يعني السيارة راح تصير بلاك إديشن. من ناحية الباك لايت أيضا كامل مكمل ليد داخليته أسود، أربع حساسات خلفية، أربعة أمامية. هذا من ناحية الباجيرو سبورت. اما كداخلية نفس الداخلية جميعا، عندك المقاعد جلد والنص، عندك تطريز بقلاوة اللي مطي جمالية اكثر للسيارة، تحكم النوافذ جميعها اوتوماتيك، كدات الباب من الداخل عندك نيكل مع تحكم السيرن اللي هو كروس كنترول مثبت السرعة، فتحة العفو مع فتحة السيرن تركشن اوف كنترول، باركنج سنسر، الرادار الامامي، طبعا الماوس التحكم. باجيرو سبورت الكت الرياضي، اللي بدون كت رياضي هو نفسه بدون لحاية أمامية خلفية، وعندك نفس المحرك 6 سلندر 3000 سي سي بقوة 220 هورس باور. اخواني من ناحية اي استفسار بخصوص سيارات المسيو بيشي، تقدر تتواصل ويانا على الارقام اللي موجودة بالبث او من خلال الماسنجر، تقدر من خلال المواقع كلها تتواصل ويانا بخصوص الاسعار بخصوص المواصفات كامل مكمل. تحياتي لكم أعزائي المشاهدين صفحة ميكار أوتو لتجارة السيارات، شكرا على حسن متابعتكم.